السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن التصنيفات والكائنات في بايثون، Classes and Objects in Python. يعني إيه Classes ويعني إيه كائنات؟ طبعا معروف إن الكائنات والتصنيفات هي وحدات أساسية إحنا بنستخدمها في دايما لغات البرمجة الكائنية التوجيه. فالبايثون is an object-oriented programming language ورمزها OOP، يعني برمجة قائمة على نظام الكائنات. وطبعا الكائن له مجموعة من الخصائص، له مجموعة من الميثودز الوسائل، له أحداث بيستجيب لها، وده هنعرفه إن شاء الله. An object دايما الكائن is a collection of methods and variables، نعرفها كده إن الكائن هو عبارة عن مجموعة من الوسائل والمتغيرات، او المتغيرات بنقول عليها اسم تاني البروبرتيز الخصائص، والميثودز اللي هي الوسائل اللي هو السلوك اللي بياخده الكائن لما يقع عليه حدث معين. طيب objects are always created from classes، دايما الكائنات يتم عملها من التصنيفات، بيتم تخليقها من التصنيف. والتصنيف a class define each method and variable، ودايما التصنيف الاساسي هو اللي بيحدد كل وسيله وبيحدد كل خاصيه او متغير اللي موجود that exists with the object. You could see classes as blueprints for objects، دايما بنشوف ان التصنيفات هي المخطط الاساسي للكائنات، يعني احنا بنضع تصنيف والتصنيف ده من خلاله احنا بنعمل الاوبجكت. مثلا الصورة التالية احنا عندنا كائن هذا الرجل، وعندنا كائن اخر هذه السيدة. هذا الرجل كائن، ده نقول اوبجكت مثلا واحد، وده الاوبجكت اتنين. الكائنات دي ايه هي التصنيف الاساسي بتاعها؟ نقول هيومن الانسان، ده الكلاس الاساسي بتاعها، ده المخطط الاساسي، ده اللي نعرفه ان هو ده الكائن الاولاني والكائن التاني هيتم وضع مخطط اساسي لهم اللي هو هيومن، الكلاس هيومن. طيب عندنا كل اوبجكت له بروبرتيز خصائص، كل اوبجكت له نقول فاريبلز، مثلا زي خاصيه النيم سواء رجل او امراه، سواء الاوبجكت الاولاني او الاوبجكت الثاني، ليه خاصيه الكالر، ليه خاصيه اللينس الطول. اي كائن في الوجود له خصائص سواء الوزن، الطول، اللون، الشكل، دي كلها خصائص بالنسبه للكائن. طيب عندنا مثلا الاوبجكت 1 هذا الرجل، النيم محمد، الكالر وايت، اللينث 170، دي الفاليوز القيم لهذه الخصائص، بنقول على قيم هذه الخصائص. اما بالنسبه للسيده النيم بتاع منى، الكالر بلوند، اللينث 165 سنتيمتر، دي قيم الخصائص الخاصه بالاوبجكت رقم 2. بالنسبه لمحمد الاوبجكت رقم 1 بنقول ان جوب مثلا انجينير، وظيفته مهندس، سبيكس عربيك، يتحدث لغه عربيه، بلايز فوتبول، دي بنقول عليها ميثودز اللي تحت دي اللي واخده شكل اسهم، دي بنقول عليها ميثودز. اما بالنسبه للسيده اللي هي الاوبجكت رقم 2، دي جوب وظيفتها تيتشر معلمه، سبيكس انجلش، تتحدث اللغه الانجليزيه، بلايز فوتبول، بتلعب مثلا فولي بول، بتلعب فولي بول، دي تعتبر الميثودز للاوبجكت رقم 2. طيب ازاي نعمل الكلام ده في الكائنات دي؟ نعملها في بايثون، بنكتب هنا كلاس، كلاس، ونكتب اسم الكلاس هيومن، وناخد كلهم، وهنا نبتدي نستخدم ديف، نعمل كونستراكتنج هنا اندرسكور مرتين، ونكتب انت سيلف، ونكتب هنا سيلف دوت نيم، دي خاصية مثلا النيم، يساوي، ونفتح كوتيشن مارك ونقول مثلا اسم محمد. سيلف، سيلف هنا بترمز لاسم الكلاس اللي عندي هيومن، دوت كلر اللون بتاعه، يساوي، نفتح كوتيشن مارك ونكتب وايت. سيلف دوت لينث، يساوي كوتيشن مارك، ونكتب 170 سنتي.
طيب دي بالنسبة للبروبرتيز الخصائص اللي بنقول عليها variables. طب انا عايز بقى اعرف الميثودز، بنكتب هنا def ونقول مثلا job، def job، و نفتح عندي brackets وبيكتب هنا self automatic ونقول له اكتب لي هنا print، بعدين print ان هو مثلا engineer، مهندس. بعد كده def play، بيلعب، ونفتح brackets بيكتب لنا automatic self، ونكتب print اطبع لي ان هو بيلعب football. طبعا بنكتبها بين quotation mark، بيلعب لي football. بعد كده نعرف اللي هي خاصيه اللي احنا قلنا job و play، speak يتحدث، def speak، ونفتح brackets بكتب لسيلف واكتب هنا print quotation mark انه بيتحدث مثلا عربي، اللغه العربيه. طيب كده انا عملت التصنيف، كده عملت التصنيف، عملت انشيالايز للتصنيف هنا، حددت فيه انه هياخد ثلاث خصائص، خاصيه النيم والكلر واللينس، وحددت فيه انه هياخد ثلاثه ميثودز، الميثود جوب، الميثود بلاي، الميثود سبيك. طيب بعد كده ابتدي استخدمها، فاقول مثلا هنا افتح كائن، اعمل هنا كائن، ابتدي اعمل كونستراكتنج لكائن هنا، اقول مثلا مان مثلا، انا هعمل اوبجكت اسمه مان يساوي، هياخد الخصائص بتاعت الكلاس اللي عندي هيومن، كده اخدها، ونفتح براكتس فارغ كده ونضغط مفتاح ادخال انتر، كده عملت كرييتنج لي اوبجكت اسمه مان. ممكن اعمل كمان كرييتنج لاوبجكت تاني مثلا ويمن، امراه، بتساوي هيومن، ونفتح براكتس فاضي كده، يبقى انا كده عملت كرييتنج اتنين لاتنين اوبجكت، مان وومن. طيب انا عايز اشوف اسم الرجل، فاكتب هنا برينت، اكتب هنا برينت، واستخدم هنا اقول له مان دوت نيم، وننفذ نشوف، كتب لي هنا اسم الرجل محمد. طب عايز اشوف لونه، فنفس السطر اكتب print man dot، هكمل ليه automatic color لان هو سبق اخد الخصائص دي، اضغط run ينفذها، كتب لي محمد ولونه وايت. طيب عايز اعرف طوله، print man dot length، نضغط run، كتب لي محمد وايت وطوله 170 سم. طبعا لما تحب تكتب هنا محمد النيم والوايت، بتضع هنا كوتيشن فاضي كده، كوتيشن فاضي وكوما، وتكتب مثلا نيم الاسم، نفس الشيء في السطر اللي بعده، بناخد هنا كوتيشن فاضي وبعدين كوما، وبنكتب هنا مثلا كالر اللون، وهنا كذلك ناخد كوتيشن فاضي كوما، وبنكتب هنا مثلا لينس الطول كله، وهنا كله، ننفذ، بيكتب لي هنا النيم محمد، الكلر لون وايت، اللينس 170. طيب لو عايز استخدم الجوب برضو اللي خلاها تظهر عندي، فبكتب برينت اطبع لي، برينت اطبع لي مان، اطبع لي مان دوت جوب، وظيفته، وبياخد هنا براكتس فارغ، اضغط ران، بيكتب له وظيفته هنا انجينير، مهندس. تمام. طب بالنسبه للمراه اللي هي ويمن، انا عملت هنا كرييتنج لي مين، للمان، وطبعا هنا اسمه محمد. طب لو عملت هنا احب اشوف وظائف المراه، استعرضها او اسمها، نيجي هنا برينت، اطبع لي هنا ويمن دوت نيم
اسم المرأة women dot name. ننفذ ونشوف الناتج. طبعا هي اسم المرأة محمد. طبعا النتيجة كده غلط، ما ينفعش. اعمل ايه؟ لازم اعمل هنا لكل كائن خصائص لوحده، كل كائن خصائص لوحده. يعني ايه؟ يعني هلغي ده كده، احذف والغي الخصائص اللي انا وضعتها مبدئيا هنا ك يعني خصائص افتراضية في البداية، واجعل الخصائص فارغة. وبعد كده اعمل هنا ميثودز من خلالها، ميثودز من خلالها ان انا اضع الاسم تاني، ميثودز اضع الاسم تاني، استخدم هنا ديف واكتب هنا مثلا سيت نيم، ضع اسم ونفتح براكتس يقول سيلف واقول له ناو، اخد هنا كوما واكتب نيم الاسم، متغير النيم مثلا. اعمل ايه بعد كده؟ اقول له خد عندك اللي هو سيلف، سيلف اللي هو الكلاس اللي عندي، سيلف دوت نيم يساوي نيم اللي هو المتغير اللي انا وضعته فوق هنا في البراكتس المفتوح عندي. طيب طب لو انا عايز اخد نفس الموضوع color، اضع لون، اجي هنا def set color، ضع لون وافتح brackets self واكتب هنا color لون، واجي هنا استخدم self او الكلاس الاساسي اللي اسمه self dot color، اللون بتاعك هيساوي color اللي هو المتغير اللي انا وضعته في الاقواس حالا، color اللي انا وضعته هنا في القوس. بعد كده استخدم ميثود كمان def بالنسبة لللينث، اكتب هنا set length، ضع طول، نفتح brackets وكتب هنا self، اخد هنا كوما واكتب هنا length طول، واجي هنا اكتب self dot length يساوي قيمة المتغير اللي هديه لك فوق بين الأقواس length. بالطريقة دي أنا وضع variables أو properties فارغة، وبعد كده بديه لكل object إن هو يضع الاسم الخاص بيه واللون الخاص بيه والطول الخاص بيه. إزاي؟ نيجي هنا مثلا أنا عندي الهيومن والويمن، بس كده الاوبجكت مان هياخد من التصنيف الاساسي نيم وكالر ولينس كده فاضيين. طب اضع لهم قيم ازاي؟ اجي هنا بعد ما اديت المتغير الاولاني الكلاس التصنيف بتاعه هيومن والمتغير الثاني التصنيف بتاعه هيومن كذلك، اقول له مان دوت ست نيم، ست نيم ضع اسم واكتب له هنا الاسم هنا بين براكتس، اكتب له اسم ايه؟ مثلا محمد. طيب بالنسبه للمراه women dot sit name الاقي بيظهر عندي كذلك المراه، واكتب هنا بين براكتس مثلا المراه اسمها منى. كده وضع خاصيه للمان الرجل لوحده والانثى لوحدها، لان المره الاولى لما كنت كتبت هنا محمد وضع خاصية النيم للاتنين، للأوبجكت مان والأوبجكت وومن، وده كان خطأ. لكن كده بأجعل الأوبجكت مان والأوبجكت وومن ياخد من التصنيف الأساسي المتغيرات فارغة، وبعد كده أسند المتغيرات على حسب كل ما يخصه، يعني الرجل اسمه محمد والسيدة اسمها منى. كذلك بالنسبة لبقية الخصائص الكالر، يعني مثلا هنا مان رجل دوت ست كالر، اختار اللون واجي هنا على اللون هنا كوتيشن مارك واكتب لونه مثلا كان ابيض. بالنسبه للسيده هاجي هنا اكتب women dot set color، يظهر لها ايضا set color، واجي هنا كوتيشن مارك واكتب اللون هنا مثلا بلوند. بالنسبه لللينس كذلك man الرجل dot set length
ضع اللينز كوتيشن مارك. الرجل كان طوله 170 سنتي. مان الرجل، لا التانية بقى ومن المرأة، دوت سيت لينز ان هي كان طولها 165 سنتي تقريبا. تمام كده وضعت القيم لكل اوبجكت لوحده. ممكن انا هنا بقى اطبع واحصل على القيم. برينت اطبع ليا مان دوت نيم اسم الرجل، نشوف اطبع لي اسم الرجل محمد. جميل. طب برينت ويمن دوت ني اطبع اسم المرأة. كده يطبع لي اسم المرأة منى. جميل. يبقى كده أسند لكل أوبجكت خاصية خاصة به لوحده لما استخدمت ست. وبعدها طبعا عملت هنا الميثود ست نيم، واستخدمت هنا السيلف اللي هو التصنيف الأساسي، وضعت جنبه الخاصية، وبعدين كتبت هنا الإجراء هنا سيلف دوت نيم خلاه ياخد النيم اللي فوق. يعني هنا لما هنسند الاوبجكت هنا نفتح الاوبجكت في مان يساوي التصنيف ومن يساوي التصنيف، كل اوبجكت هياخد الخصائص الاساسيه اللي انا حددتها له هنا، وبعد كده نقدر نغيرها هنا بناء على الميثودز الثلاثه اللي انا عملتهم هنا في التصنيف الاساسي، وبعد كده ممكن نطبع ونستغلها في البرنامج. يبقى احنا النهارده كان مجرد بس توضيح لإزاي نعمل التصنيف ياخد خصائص وياخد ميثودز، وبعد كده نفتح الأوبجكت من مين؟ من التصنيف، من المخطط الأساسي، هو مجرد مخطط، وبعد كده نضع الخصائص حسب كل أوبجكت لوحده. كل أوبجكت له يونيك بروبرتيز، له خصائص محددة بيكون فريد بها عن الخاصية. يعني مثلا المان له خصائص، الومن لها خصائص، فما ينفعش ان انا اضع الخصائص هنا افتراضيا، لا بسيبها هنا ان هو ياخد البروبرتيز فارغة، وبعد كده اسند لقيم هذه الخصائص وكذلك الميثودز احددها. ده كان بالنسبة لمفهوم الاوبجكت ومفهوم الكلاس. يبقى ده الكلاس انا بعمله هنا كونستراكتنج، وبعد كده بس باخد هذا التصنيف اعمل منه كرييتنج للاوبجكت اللي انا عايزه. عملت هنا الاوبجكت الخاص بالمان والاوبجكت الخاص بالومن، وكل اوبجكت هنا اسندت له قيمه في البروبرتيز اللي انا سابق حددتها هنا في التصنيف الاساسي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.